السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى لقاء خاص. ليس واردا أن نحاول اختصار عقود طويلة من حياة ضيفنا في ساعة تلفزيونية واحدة، فنحن أمام شخصية متميزة من الجيل الذهبي المتميز الذي شكل جسر العبور من العهد الاستعماري البغيض إلى عهد الاستقلال وبناء الدولة الوطنية الجديدة. وجوانب هذه الشخصية الجهادية والعلمية أكثر من أن نحيط بها في لقاء تلفزيوني واحد، لكننا نحاول في هذه الحلقة أن نتعرف على جوانب من مسيرته العلمية والعملية، لعلنا نستطيع نقل هذه التجربة للأجيال العربية والإسلامية ونضعها في التاريخ المشرق لأمتنا العربية، لتسطر هذه الأجيال فيما بعد مستقبلها الواعد. ضيفنا الأستاذ الدكتور عمار الطالبي، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وهذه الجمعية بطبيعة الحال نشأت في القرن الماضي في ظروف غاية في الصعوبة، وواجهت الكثير من المؤامرات والمناورات من الاستعمار وأعوانه. وقد رأت الجمعية النور في وقت اشتدت فيه وطأة الاستعمار وتفشى فيه الجهل وعم الفساد، وخلط الدين كثير من مظاهر الجهل والدجل والشعوذة، وحوربت فيه اللغة العربية في أحد معاقلها. نرحب مرة جديدة باسمكم مشاهدينا الكرام بضيف هذا اللقاء الخاص الدكتور عمار الطالبي، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. مرحبا بكم معنا دكتور. يا أهلا وسهلا، سعدنا بحضوركم معنا، حياكم الله. بارك الله فيكم دكتور. أنتم شخصية وطنية عربية إسلامية كبيرة وبارزة، حفظكم الله، ليس في الجزائر فحسب بل في العالم الإسلامي أيضا، ومن حق الأجيال عليكم أن تعرفون على أبرز المسارات التاريخية في حياتكم التي عايشتموها، وكيف يمكن أن يستفاد منها لدى الأجيال القادمة. الحقيقة أني من أسرة متواضعة في شرق جبال الأوراس المقاومة، كبقية الصبيان نتعلم في الكتاب القرآن أولا، نعم، ثم كتب الله لي أن أدخل المدرسة القرآنية، ومنها قامت الحرب العالمية الثانية، فكانت الحياة تضيق بالناس من المعيشة، انقطع يعني الغذاء وحتى النسيج اللباس انقطع، نعم، فالناس لبست غطاء سر هذا الحمام وجعلت منه لباسا، نعم، وأصبحنا نأكل نباتا مثل البطاطا، مثل يعني مر جدا ينبت في الارض، اسمه تلغوده في ذلك الوقت، لا يكاد يستساغ، نعم. فانتقلنا من، وكان جدي ذهب الى الحج وبقي في تونس اثناء الحرب، فانتقلنا الى تونس برا على اكرمكم الله فرس نتداوله. كنتم عائلة كبيرة؟ يعني ثلاث أشخاص، أنا والوالد والوالدة وأختي. وصلنا إلى منطقة اسمها سوق هراس. كنت بطبيعة الحال فتى في ذلك الوقت. أي نعم. يعني تقريبا 12 عاما. تقريبا. نعم. فاستشرنا إخواننا في هذه المنطقة قريبة من الحدود، فقالوا عليكم بعد المغرب بالظلام تسلكوا الطريق على الغابات على موازي للطريق العام المعبد. فأخذنا بهذه النصيحة، وما طلع الفجر إلى أن وصلنا إلى حدود تونس، واد اسمه واد مجرد يجري بالماء، نعم، فدخلنا منطقة اسمها الكاف في تونس، ولا يسأل علينا أحد، لا عندك ورقة ولا، ليس هناك جواز سفر في ذلك الوقت، لأن تونس والجزائر كانت محتلتين،
من نفس السلطة الفرنسوية. فأخذنا القطار بما في ذلك هذه أركبناها معنا. أجرنا لها الفرس. وصلنا إلى عاصمة تونس وركبنا هذا العرب اللي بيجرها يعني الحصان، وذهبنا إلى بيت جدي وكان مقيما هنالك لما صار يتحرك أثناء الحرب بعد الحج. فدبر لنا سكنة عند أحد المزارعين من أغنياء تونس اسمه الأصرم، فسكننا مدة بما فيها هذه الفرس، ثم باعها الوالد. نعم. وكنت أذهب لهذه المدرسة أخرى وأرى الألمان، الأسر الألمان في الأشغال الشاقة. نعم. في تونس هذا. ثم دخلت المدرسة أيضا القرآنية في تونس مشهورة جدا، تعلم اللغة الفرنسوية والعربية وما إلى ذلك، فتهيئني للدخول في جامع الزيتونة، الجامعة الزيتونية. في ذلك الوقت كان يرأسها الشيخ محمد طاهر بن عاشور. نعم. شيخ الجامعة الأعظم وفروعه. نعم. فالحمد لله نجحت في امتحان الدخول. امتحنوني في حفظ القرآن وفي الإنشاء، حفظ القرآن شفويا. نعم. وطبعا بعض أسئلة تتصل بالفقه وما إلى ذلك، فنجحت ودخلت جامع الزيتونة وبقيت 7 سنوات إلى أن حصلت على شهادة اسمها شهادة التحصيل في ذلك التحصيل في القسم العلمي. ولذلك هذه تؤهلك لدخول الجامعة فيما بعد؟ نعم نعم. انتقلت بعدها إلى وهذه مصر. الشيخ طه بن عاشور كان صاحب ذكاء ومعرفة، اتفق مع المصريين أن الشهادات التي يسلمها يستطيع الطالب أن يدخل الجامعات المصرية. نعم. جميل. لما قامت الثورة الجزائرية أول نوفمبر 54، أنا كنت قبل ذلك في 53 انخرطت في حزب الشعب في ذلك الوقت اسمه حزب الشعب الذي يطالب بالاستقلال. وكنا كان حزبا قوميا وطنيا. نعم. وطنيين. كنا طلبة ونجتمع في سدة هكذا المسجد على أساس أن نتذاكر. في الحقيقة احنا في اجتماع. كان اسم اجتماع الخلية اسمه علي الحراشي، الآن لا أدري أين هو. نعم. كان رجلا فاضلا وصاحب سر. نعم. لما قامت الثورة بطبيعة الحال أدخلنا في خلايا أخرى لجبهة التحرير الوطني الجزائري. أها. فجاءت السلطة الفرنسية. كل ذلك قبل أن تنتقل إلى مصر للدراسة. قبل. نعم. جاءت السلطة الفرنسية لأخذ الجندية. فهربت منهم. اختفيت مدة حتى يئسوا. نعم. ولما تكونت الحكومة الجزائرية المؤقتة جاء وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية اسمه الأستاذ محمد اسمه مهري عبد الحميد مهري. كان مناضلا في حزب الشعب. نعم. فجاءنا، أنا كنت مسؤول الشؤون الثقافية في اتحاد طلبة المسلمين الجزائريين فرع في تونس، فجاءنا وقال هيئ لي 40 طالبا، فقد حصلنا لهم على منح، بعض المنح قليلة في مصر و 12 منها في الشام وأغلب الطلبة في العراق. هي التي أعطت منح زيادة. نعم. ومنح لا بأس بها. فجمعنا هذا 40 وهم جملة 40 الشخص هذا الذي أمامك. نعم. ولكن كان نصيبك في مصر وليس في العراق. أي نعم. اخترت مصر. نعم. كنا في 3 و4 فقط. نعم. فانتقلنا في عربة الجيش
من عاصمة تونس وقطعنا الطريق إلى ليبيا، طرابلس، بنغازي، إلى وصلنا إلى السلوم، الحدود بين ليبيا ومصر. وكنت صحتي انهارت، تعبت جدا، فقالوا نتركك في السلوم، هناك عجوز تطبخ شاي وكذا للمسافرين. قلت لهم لا يمكن أبدا، أنا سأسير معكم، مت في الطريق أو حييت هذا الأمر. فوصلنا إلى القاهرة في الليل حوالي 12 ليلا، فجماعة الحكومة المؤقتة نزلنا عندهم، فأخذوني إلى مستشفى مصري، وكانت عندي ساعة في ذلك الوقت وعشرين ألف فرنك فرنساوي، خليتهم عند تركت هذا في الحكومة المؤقتة. ذهبت إلى المستشفى فلم يكن هناك سرير، فنمت على الأرض. نعم. في راش، ومن الغد حصلنا على، فبقيت أربعة أيام. قال لي الطبيب عليك بالخروج لأنك لست مريض وإنما يعني إرهاق وأعياء من أعباء السفر. أيوة. نعم. تعب فقط، إرهاق. فلبست لباسي وخرجت، ولا عندي مليم ولا أعرف أين الحكومة المؤقتة، هم نسوني يمكن، الله أعلم. سألت أحد المصريين، قلت له هي كانت الحكومة إعلامياً كانت جديدة والناس تسمع، قلت له هل تعرف يعني الحكومة المؤقتة الجزائرية اللي أين مقرها؟ قال لي في قصر، شارع قصر العيني. قلت له أنا أريد أن أذهب، كيف؟ قريبة؟ قال لي بعيدة، لازم تركب باص. قلت له أنا لا أملك شيء، خرجت من المستشفى كيف؟ هذا يعني تقرب علي أظن بقرش أو قرش ونص في ذلك الوقت، وأوصى كمسر يقول لهم المستخلص أن ينزلني في ميدان التحرير. نعم. وصلت إلى ميدان التحرير ورأيت شخصا يبيع شراب معين، فأعطاني وسألته ربما خروب أو عرق سوس، مشهورون في عرق السوس. نعم. هذا ما استطعت أسس شكرته. سألته قلت، قال لي لا أعلم، وأنا واقف رأيت طالبا محفظة معه مسطرة طويلة في الهندسة. نعم. قلت هذا يكون يعلم. سألته قال لي تعال أنا ماشي في الطريق سأمر على المقر. سرت معه حوالي كيلو ونص، ومن المصادفات الغريبة وأنا داخل المقر فإذا به وزير هذا اللي عيننا خارج، فشكوت له قلت يا سيدي نسيتونا وكذا وكذا، سكت. فأخذ جنيهين في ذلك، قال لي روح تغدى وبعد تعال. المهم حتى لا أطيل عليكم، نعم، قمت بالواجب، فأحالني إلى مسؤول الطلبة، اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، يقولوا عبد السلام بالعيد. ثم هو أحالني إلى مسؤول الطلبة، نادي الطلبة الجزائريين والمغاربة والتونس، عندهم نادي مشترك. فذهبت إلى النادي وهاجمت طلب هؤلاء، قلت له أنا سجلت وأنا تخشون الله تتركوني وتنسوني تماما، عاتبتهم عتابا شديدا. المهم أخذونا الفندق في العتبة، فندق شعبي. نعم. وكنا نتناول الفطور الفول المصري. المهم بعد مدة سجلت في جامعة القاهرة. نعم. وحصلت على سكنة في بيت المغرب. مدة في أمبابة، منطقة اسمها أمبابة معروف. نعم. ومن بعد انتقلت إلى بيت الطلبة العرب تابع جامعة الدول العربية في العجوزة. نعم. قريب الدقي وقريب الجامعة. إذن دكتور أنت مداركك ووعيك تفتح على معاناة قاسية، رحلة هجرة إنجاز التعبير. نعم. وغربة
وبعد ذلك مباشرة انتقال بالمراحل الزمنية على وجه السرعة في وسط هذه الحرب العالمية الثانية إلى مصر، ومن هناك بدأت الدراسة. اسمح لي هنا أسألك سؤال يتعلق بالمسيرة العلمية. هل اخترت، قلت أنك اخترت أن تذهب للدراسة في مصر، لكن هل أنت الذي اخترت أيضا التخصص في الفلسفة؟ نعم. أم أنه يعني كان إجباريا؟ أنا الذي اخترت كلية الآداب قسم الدراسات الفلسفية والنفسية في ذلك الوقت. لماذا هذا القسم؟ لأني لماذا فلسفية؟ لأني لما كنت في الزيتونة كان دراستي لعلم الكلام وهو قريب من الفلسفة. نعم. مشكلات. نعم. عقلية ومنهجية إلى ذلك، فاخترت هذا الطريق وحضرت في أوائل وجودي لمحاضرات طه حسين كان ما يزال يلقي محاضراتي في كلية الأداب. نعم. قسم اللغة العربية. نعم. وتتلمذت على أساتذة منهم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني وعثمان أمين وزكي نجيب محمود. نعم. وآخرين. نعم. إلى أن تخرجت في سنة 62 بدرجة الليسانس مرتبة مشرف جدا، درجة الشرف. نعم. يعني جيد جدا مع مرتبة الشرف العبارة. في 62 جاء الاستقلال، فأرسلتنا الحكومة المؤقتة إلى الجزائر تتولى التعليم. لكن هل كان لك دور في هذه المرحلة عندما كنت طالبا؟ هل كان لك دور ما إبان الثورة التي كانت. نعم. قائمة؟ كنا نتدرب على العملية الفدائية. نعم. ناس مختصين، واجتماعاتنا مستمرة في خلايا تابعة لجبهة التحرير الوطني الجزائري. نعم. يعني على استعداد لأي وقت يطلب منا الذهاب إلى الجيش نذهب مباشرة. نعم. وكنا تابعين لجبهة التحرير، اتحاد طلبة المسلمين الجزائريين جزء من جبهة التحرير الوطني الجزائري والجيش وجيش التحرير الوطني الجزائري. لم تكن لك علاقة بعد بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ علاقتي بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت من سنة 1963 53 قبل اندلاع الثورة بسنة. نعم. وكنت مشتركا في جريدة اسمها البصائر. وقبل أن تسافر بطبيعة الحال إلى مصر. نعم. نعم، قبل في تونس. نعم. كنت مشتركا في جريدة البصائر لسان حال جمعية علماء المسلمين، وكانت التي ما تزال قائمة حتى الآن. نعم، وكانت تأتيني بانتظام. هي استمرت إلى 56. قامت الثروة هي تمشي. نعم. إلى أن أوقفت في سنة 1956. فكانت صلتي، لأن جماعة العلماء كانت لها بعثة في تونس تهتم بالطلبة الذين يدرسون في جامع زيتون، وكانت هناك جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين، والرئيس الشرفي لها هو الشيخ طاهر بن عاشور اللي هو شيخ الجامع الأعظم في ذلك الوقت. إذن عدت إلى مرة أخرى إلى الجزائر. نعم. حدثنا عن هذه الفترة. أيوة. أو المرحلة بشيء من الاختصار. فلما عدت عينت أنا وزميلي أنا في ثلاثة في دار المعلمين لتكوين المعلمين للتعليم الابتدائي، فطلبوا منا أن ندربهم على إعداد الدروس وكيف يعاملون الأطفال، يعني شيء من دراسات النفسية نفسها، علم نفس الأطفال، وكذلك إعداد الدروس، إحضار يعني المقصود من الدرس، كيف يعد درسا والخطوات وهكذا. نعم. وهكذا. فكان يأتينا معلمون للتدريب في دورات مستمرة، إلى أن فتحت المدارس. أول سنة دراسية بعد الاستقلال كانت من هؤلاء. نعم. كلفنا في لجنة في خمسة أو ستة أشخاص لإعداد كتيبات للتعليم الابتدائي، نصوص. نعم. في القراءة وما إلى ذلك،
كان أول وزير التعليم اسمه الشيخ أستاذ عبد الرحمن بن حميدة. نعم. هذا كان حكم عليه بالإعدام، كان مسجونا وأطلق سراحه بعد الاستقلال. نعم. متى تعرفت دكتور عمار إلى المفكر المعروف مالك بن نبي؟ في أي مرحلة زمنية من هذه المراحل؟ كما تعلمون مالك بن نبي كان يعيش في فرنسا، ولما وقعت الثورة انتقل سرا من باريس إلى القاهرة، وكان له كتاب فكر الإفريقية الأسيوية، كان على أساس يهديه النهر في الهند، ولكن لما وصل إلى مصر غير فكره وأهداه إلى جمال عبد الناصر، وطبع في مصر، وقدم له بمقدمة أنور السادات في ذلك الوقت كان رئيس المؤتمر الإسلامي ولم يكن نائب رئيس. نعم نعم. ما اسمه هذا الكتاب؟ فكرة الإفريقية الأسيوية. الأسيوية. الحياد اللي كانوا يسموه. نعم. الحياد الإيجابي. نعم. وما ذلك. نعم. باندون، مؤتمر باندون. لما وصلت إلى القاهرة في سنة 58 كان أحد الطلاب الجزائريين سبقني فأخذني لزيارة مالك بن نبي. هذا في 58 كان يسكن في ضواحي القاهرة المعادي، يسير إليها بالقطار من القاهرة، فذهبنا وزرناه ووجدنا عنده محمد المبارك الأستاذ السوري أستاذ جامعي، ذهب يزوره ليتعرف عليه لأن قرأ له، فسلمنا عليه ورحب بنا، ومن جملة ما علق بذهني من الحديث الذي يدور بينهما أين بين مالك بن نبي والسيد أستاذ المبارك، قال له: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف من ائتلف وما تناكر اختلف. اختلف. نعم. يعني قصده أن الأرواح مالك بن نبي هو. نعم. الأستاذ محمد المبارك. نعم. التقتا. نعم. في هذا. هل حصل هذا معك أيضا؟ هل شعرت بأن هناك ائتلاف وهناك صلة علمية وروحية مع مالك بن نبي؟ بطبيعة. إلى أي مدى تأثرت به دكتور؟ كنا نحضر ندوته الأسبوعية ولست وحدي، هناك طلبة من مختلف البلاد الإسلامية، من تونس، من السودان، من السعودية، من باكستان، من يعني من سوريا، من العراق، ومن ليبيا، كنا نستفيد منه أكثر ما نستفيد من الجامعة، لأن له منهج تحليلي علمي نقدي يعتمد على 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 المعادلات. آه نعم. نعم. يستعمل الرياضيات في إفهامنا الأمور الاجتماعية. كما تعلم العلم الاجتماع والدراسات الإنسانية يصعب أنك تصورها رياضيا. لأن الرياضيات أداة منهجية للعلوم الدقيقة. نعم. في الرياضيات وليست العلوم الاجتماعية، فيزياء وتلخص. لكن كيف كان يستخدم هذه المعادلات في مسألة العلوم الاجتماعية وخاصة الفكر والفلسفة؟ مثلا ما هي الحضارة؟ مفهوم الحضارة مثلا. هو يقول الحضارة هي كل منتجات الإنسان، حضارة. إذا حللنا أي منتوج حضاري، أفرض مثلا هذا الكوب هذا. نعم. في النهاية التحليل النهائي ماذا نجد؟ مادة. نجد المادة التي كون منها، يسميها التراب اختصارها. نعم. لأن كلمة مادة لها معاني كثيرة. نعم نعم. ثم نجد المدة التي يستغرقها في إيجاده والزمان، ثم نجد الإنسان الذي يصوغها. إذن ثلاثة عوامل. فالحاء تساوي إنسان زائد وقت زائد تراب. التراب. نعم. أو زائد تراب زائد وقت. فهذه العناصر، أي منتوج لا يخلو من هذه العناصر. كل منتجات الحضارة، خذ. نعم. هذا المصباح، خذ هذه الميكرو، خذ كل تجده يتركب. في النهاية من هذه. نعم. وهو معادلة تصدق لها جزئيات كثيرة لا نهاية لها، وهي عامة جدا وملخصة. نعم. للأجزاء الكثيرة التي تدخل في هذه الصيغة الرياضية. دكتور،
في ما يتعلق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي أنت الآن نائب لرئيسها، وهي ثروة في الحقيقة تاريخية من ثروات الشعب الجزائري، وقامت بأدوار عظيمة جدا في تاريخ الجزائر حتى هذا اليوم. هل من إطلالة باختصار على أدوار، أهم أدوار هذه الجمعية المركزية على مدار العقود الماضية؟ هذا سؤال مهم، وقبل أن أدخل في تفصيله أشير إلى أن مالك بن مالك كان بصدد تأليف كتاب سماه كومنولث، فكرة كومنولث إسلامي، فقبل ترك هو أهمله، فكرت أن ألح على في أن ينجزه، وهو موجود بطبيعة الحال، وألححت عليه إلى أن أنجزه، وكتب فيه أن فلان هو الذي موجود في طبعة مقدمة الكتاب. نعم. ثم الفكرة الثانية اللي حبيتها التي أحببت أن أشير إليها، لما انتقلت من مصر في وقت الاستقلال إلى الجزائر، أعطاني منشورا مخطوطا يدعو فيه إلى أن تعطى الكلمة للشعب الجزائري، وأن لا يأخذ الحكم أحد دون انتخاب حر، وأوصاني أن أسلمه لأحد أصدقائه وهو عبد العزيز خالدي طبيب، فسلمت له هذه الوثيقة. عظيم. أنا سآتي إلى هذا الموضوع في الحقيقة، لأنه كما هو معروف أن يعني كما يقال أو يتداول أن مالك بن نبي هذا المفكر الكبير كان يقول بأن الجزائريين سيفهمونني بعد 30 سنة من مغادرة هذه الدنيا، وكان يشعر بالغضب أو السخط نوعا ما. هذا الموضوع سنأتي إليه لنسأل عن مدى الاستفادة التي استفدناها من هذه الأفكار النيرة، ولكن بعد أن تحدثنا عن مسيرة هذه الجمعية. نعم. وأدوارها التاريخية المهمة في تاريخ الشعب الجزائري. مالك بن نبي له صلة وثيقة بابن باديس. نعم. لما كان شابا طالبا يدرس ويرى ابن باديس يمر بين يديه، فهو يحبذ منهج ابن باديس وأعجب به. أما حركة جمعية العلماء، كما تعلم تكونت هذه الجمعية في سنة 5 مايو 1931، وكان قبل ذلك بدأ حركته الإصلاحية قبل أن يكون الجمعية. ذهب لما تخرج من تونس عام 1911، استأذن أباه للحج، فحج في سنة 1300 عن طريق الباخرة، وحصل في طريقه إلى المدينة، وبقي 3 أشهر في المدينة، وأخذ يحضر دروس شيخه حمدان اللونيسي الذي هاجر من قسنطينة من الجزائر، كان قد درس عنده وكان مدرسا الحديث النبوي بالمسجد النبوي، والتقى هنالك بالشيخ البشير الإبراهيم الذي كان في المدينة. نعم. وأخذا يفكران معا في كيفية إنقاذ الأمة مما هي فيه، فقد كانت تنطمس معالم اللغة العربية ومعالم الإسلام في هذه البلاد التي احتل هذا المستعمر الذي يريد أن يمحو كل شيء إلا ثقافته، وأن تسود لغته وثقافته ودينه أيضا النصرانية. وهذه الأشياء كانت هي شعارات هذه الجمعية حتى اليوم. نعم. شعار الجمعية ما هو؟ نعم. الجزائر الإسلام ديننا. نعم. العربية لغتنا. الجزائر وطننا. الجزائر وطننا. نعم. ما هو سبب هذا الشعار؟ الفرنساويين لما احتلوا الجزائر بعد مدة قالوا الجزائر قطعة من فرنسا، وأن اللغة الفرنسوية هي الرسمية تسود، وأن الدين النصراني هو الذي يسود الإسلام، سيمحى يقضى عليه، واحتفلوا في مئويتهم بذلك. سأتي الحديث. نعم. في هذا، فجاء الشعار مضاد. جميل. هم قالوا النصرانية تسود، قال لهم لا، الإسلام هو ديننا. قالوا اللغة الفرنسوية، قال لهم اللغة العربية هي لغتنا. وقالوا الجزائر قطعة من فرنسا. قال لهم الجزائر وطننا ليس لكم. أما كيف تكونت؟ في سنة 1930
احتفلت فرنسا باحتفالا كبيرا بمرور 100 سنة على احتلال الجزائر، لأن الاحتلال وقع 1830 1930 100 سنة، وقرروا أن يكون الاحتفال لمدة سنة كاملة، وهيئوا كل الأشياء لهذا، ولكنها لم تدم إلا 6 أشهر. نعم، وكانت بداية النهاية. أيوة، فأثاروا يعني مشاعر الناس احتلال. نعم. ابن باديس رد على هذا بهذا الشعار. ولكن كيف بدأ؟ لما رجع من الحج بدأ يعلم صبيان الكتاتيب والعمال والأميين والمساجد، ثم كون مدرسة، لأن وهب حياته كلها للتدريس، سماها مدرسة التربية والتعليم الإسلامية في مدينة قسنطينة في شرق الجزائر. نعم. وهو أول من نادى بتعليم البنت المسلمة في الجزائر في هذه المدرسة بجانب الذكور. نعم. وأعفى البنات من دفع أي شيء تشجيع لأوليائهم ليؤسس أسرة متعلمة مسلمة. فكان كون جمعية لهذه المدرسة، جمعية التربية والتعليم الإسلامية، واستعان ببعض تلاميذه في التعليم. لم يكتفي بهذا، ماذا فعل؟ اشترى مطبع ليكون حرا في الطبع ما يريد، وشارك زوجه في تمويل هذه المطبعة، في شراء المطبعة باعت حلية، وكذلك والده دفع شيئا، واستطاع أن يجعل هذه لنشر صحافته وبعض الكتب التي يراها نافعة. ولذلك كان أول جريدة أصدرها في سنة 25 و900 سماها المنتقد، معناها كان ينتقد فيها الأوضاع السيئة سواء بالنسبة للفرنسويين أو بالنسبة للجزائريين الذين يتبعونهم. إذن كان أثر الجمعية، جمعية العلماء، واضحا في التغيير الفكري لفئات الشعب، بدأ يصنع جيلا جديدا من المتعلمين المتنورين. دكتور، كون في الجامعة اسمه الجامعة الأخضر، لأنه لما بدأ التدريس المجافي بعد الحج منعه مفتي قسنطينة لأنه موظف عند السلطة الفرنسوية. نعم. كان والده من عائلة كبيرة تحترمه في السلطة الفرنسوية، فأجاز له أن يعلم في مسجد خاص به اسمه جامع الأخضر، بناه أحد الأتراك للتعليم، فجعله لتعليم. نعم. 4 سنوات. وهؤلاء المتخرجون يبتعثهم إلى جامع الزيتونة بتونس اللي هو تخرج منها. فكان بجانب هذا كله يكون النوادي الثقافية والمدارس والشعب تابعة للجمعية، تسمى شروع، تسمى شعب. وكان أيضا يصدر هذه الجريدة، أصدر 18 عددا منها. نعم. فقررت حكومة فرنسا أغلق. منع هذه. نعم. الجريدة. دكتور أستاذ الفاضل، حتى نستثمر وجودك ولضيق الوقت، كيف تقيم مشروع جمعية العلماء بعد كل هذه العقود، وكيف تقيم منهجها في الإصلاح والنهوض الحضاري؟ في الحقيقة مشروع ابن باديس مشروع حضاري. أنت مهتم جدا بهذه. نعم. الشخصية، وكتبت فيها كثيرا. نشرت أثار ابن باديس 6 مجلدات. 6 مجلدات. نعم. يعني ما كتبه من مخطوطات والمطبوعات وما إلى ذلك. وأنت مهتم أيضا طبعا لضيق الوقت، أنت مهتم جدا بالمخطوطات وتعشق العمل في المخطوطات بطبيعة الحال. صحيح. نعم. أنا مشكور بالمخطوطات ما شاء الله. إذا تقييم هذا المشروع. لا، أقول لك الاستراتيجية ماذا فعل. كانت فرنسا قامت باستراتيجية ثقافية تعليمية لصنع موظفين تابعين لها. المدرسة الأولى كونها في قسنطينة في الشرق اسمها فرانكو ميزلمان، المدرسة الفرنسية. نعم. الإسلامية. نعم. والثانية في عاصمة الجزائر، لأنك هي قسمت الجزائر إلى 3 مقاطعات، مقاطعة الشرقية قسنطينة، مقاطعة العاصمة الجزائر، ومقاطعة الغرب وهران. بنت مدرسة في قسنطينة
واحدة في العاصمة وأخرى في الغرب. نعم. في تلمسان. وكانت تعلم فيه العربية والفرنسوية والفقه وكذا لتخريج موظفين يخدمونها ولنشر الثقافة الفرنسوية التي تريدها هي، كما أنها تعلم كل المدارس باللغة الفرنسية لا غير، العربية أجنبية. فماذا فعل ابن المديس؟ كون مركز له في جامع الأخضر على في قسطنطينة، ومركز لأحد أعضاء الجمعية اسمه الطيب العقبي كان في المدينة المنورة أيضا، وفي تلمسان الغرب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. في المدن التي يعملون فيها، العواصم الثقافية لهم. نعم يعني. قسطنطينة ليست بعيدة على هذا المدرسة الفرنسوية هنا، وهذا قمة التحدي للمشروع الاستعماري، استراتيجية مضادة. مضادة نعم. فمحمد البشير الإبراهيمي سعى فبنى مدرسة كما يسمها دار الحديث، إنه كان في الشام، وفي الشام دار الحديث. وهذه المدارس الثلاثة تفرعت عنها مدارس كثيرة، والذين يتخرجون بنات وبنين، والذين يتخرجون كما قلت لك من قسنطينة يبتعثهم إلى الزيتون الاستكمالي، أو بعضهم إلى الأزهر، وكون بعثة لتذهب إلى دمشق. نعم. لمدرسة سيدة دمشقية لها مدرسة للبنات، خاطبها ورسلها أن إذا كان ممكن أن تستقبل الطالبة، ولكن جاءت الحرب ولم يتم الأمر. إذن هذه المنهجية في الإصلاح، في النهوض الحضاري، في التغيير، كان لها الدور الكبير أثناء الثورة وفي بناء الدولة فيما بعد، أليس كذلك دكتور؟ يا سيدي، كل ثورة تبدأ بثورة في الفكر. نعم. والوعي. فحركة ابن مديس هي التي هيئت النفوس إلى الثورة من ناحية الوعي وإحياء المقومات الذاتية للمجتمع الجزائري. نعم. من دين ولغة وتاريخ ووطن. كان الشعار أول جريدة سماها المنتقد الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء، من كان ينادي بالوطن في ذلك الحين؟ لما أوقفت منتقد هذه أصدر مجلة أخرى جريدة اسمها الشهاب، طرد الشياطين. وهذه دامت. ثم أصدر سنة 35 جريدة البصائر. نعم. أريد أن أتوقف عند موضوع مهم للغاية. نحن عانى الوطن العربي بشكل عام من الاستعمار والإسلامي، ولا زال يعاني من بقاياه، وإن كان الاستعمار الصهيوني الإحلالي ما زال موجودا الاستيطاني في فلسطين حتى اليوم. للمفكر رحمه الله مالك بن نبي نظرية مهمة في موضوع الاستعمار، هي القابلية للاستعمار، قابلية هذه الشعوب. أنتم أيضا أستاذ الفاضل نحتم مصطلحا آخر هو المسكونية، فجاء العلامة أيضا مولود قاسم لينحتم مصطلحا آخر هو المركوبية، وأنتم طبعا أهل الفكر وأهل المغرب، يعني في هذه المصطلحات بارعون جدا. أنا أريد أن أتوقف عند هذه المصطلحات الثلاثة. الآن شعوبنا العربية والإسلامية التي تعاني من بقايا الاستعمار، والتي هي في الحقيقة بعضها في حالة استعمار اقتصادي وثقافي شاءت أم أبت، أين تقف من هذه المصطلحات؟ مالك النبي يقول طرد الإسلام يبدأ من طرده من أنفسنا. نعم. القابلية ما معناه؟ إذا كان الجسم واهنا أي رطوبة تفتك به. نعم. ولكن إذا كانت له مناعة يقضي على الجراثيم، يدافع على نفسه، وهو ما سماه القرآن السماء والطرق السماء والطارق والمطارق والنجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ، يعني مانع ذاتي. نعم. ضد ما يصيبه. نعم. فهذه المناعة الذاتية إذا فقدت وأصبح الجسم يحتلها الجراثيم والأمراض، فالمجتمع الإسلامي وصل إلى درجة أنه كان ضعيفا واهنا
فتفطن الناس إليه وجاءوا واستعمروه وقسموه فيما بينهم. فهذه القابلية يعني الضعف الثقافي وضعف المعرفة، وليس قابلية العرب أو المسلمين ليستعمروا، يعني البعض يفهمها بمعنى آخر. لا خطأ، وأن لدينا قابلية للاستعمار. نعم. ولذلك كان هذا لما صدر كتابه في هذا عارضه أصحاب الحزب الشعبي بما فيها بنود قاسم، وقالوا هذا كأنه هو لم يقل أنها طبيعة في البشر. أيوة نعم. مرض مؤقت، هذا أمر مهم. نعم. ثم جئتم بمصطلح المسكونية دكتور، ماذا تقصدون به؟ احنا عندنا في اللغة الشعبية انه يقول فلان مسكون. نعم. يعني بالجن. نعم نعم. احنا مسكونين بالمرض الاستعمار، بالمرض الوهن الذي سهل الاستعمار. وهذه مرحلة أسوأ وأعلى. نعم. من مرحلة القبلية. وأما مولود قاسم كان من أشد المعارضين لهذه الفكرة، وبعد ذلك قال لقد أخطأت، نحن لسنا قابلية فقط، قابلة للمركوبية. مركوبية. نعم. وهي كلمة قبيحة. نعم نعم نعم. أسوأ ما نعم يقال. نعم. وهذا في الحقيقة موجود دكتور، يعني بعض الناس من أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يصبحون أدوات، لا أريد أن أقول شيئا آخر، أدوات للمستعمر وأعوان وأذناب له، كما هو الحال في أكثر من بلد عربي الآن. كثير منهم وكلاء. نعم. للثقافة الأجنبية، سواء درسوا عند المستشرقين. نعم. أو درسوا فقط في النواحي في الغرب، وانقطعت صلتهم وجذورهم بالثقافة الأصلية، ثقافة المجتمع. فهؤلاء كما تعلم أدى الأمر في هذا إلى وجود نخبتين في العالم الإسلامي. نخبة كانت تسير على الطريقة التقليدية في الثقافة الإسلامية، وأخرى تشربت الثقافة الغربية، وكثير منهم انسلخ من الثقافة الأصلية وأصبحت انسلخ وتجاوز كل الحدود إلى وسكن بثقافة غيره. بالضبط. لدرجة التشكيك بالحديث والتشكيك بالقرآن. نعم. والتشكيك بمعجزات. نعم. نبوية. نعم. تفطن إلى هذا المرض، تصادم بين النخبتين، تعارض. ماذا قال مديس؟ قال إن هؤلاء الذين درسوا في الغرب لابد أن ينفعوا أمتهم، وليس لهم أن يقولوا بأن الذين يدرسون الثقافة أنهم أحجار، يعني جمود. نعم. الجمود. وهؤلاء الذين درسوا في الثقافة الإسلامية التقليدية المستمرة يعتبرون أولئك كفارا. نعم. وأولئك يعتبرون هؤلاء حجارة. حجارة. نعم. تفطن إلى هذا وقال لابد أن نمحو هذه الفجوة، وأن يتحد العنصران، وأن يكمل أحدهم الآخر. فالذي تعلم في الغرب ينفع أمته بما تعلمه، وليس أن يلتحق بهم وينمحي بينهم. نعم. ولهذا في تونس مثلا هناك مدرسة اسمها الصادقية، تعلم الفرنسوية وكذا وكذا. نعم. كانت تأسست في عهد خير الدين التونسي، مضادة للزيتونة، فكانت هناك عداوة بين الزيتونيين وبين الصادقين. هؤلاء اعتبرها جمود وكذا، والأخر اعتبرها وناس اغتربوا وكذا وكذا. وكذلك في الأزهر في مصر، المتخرجون من الأزهر غير المتخرجين من الجامعات. فكانت أيضا نفور بين. ما السبيل إلى الحل؟ السبيل توحيد التعليم، المدرسة كلهم يتلقون تعليما ومواد مشتركة. نعم. ولهذا لا نستطيع أن نكون نوعين من التكوين، لأن التكوين الثاني وضعه الاستعمار ليسلخ الأمة. نعم. عن أصولها. نعم. اسمح لي أتوقف هنا دكتور عند نقطة مهمة للغاية، وهي الاستفادة من هذه الأفكار. يعني في العادة كما يعني أعود لما قاله، لما يقال بأن مالك بن نبي قاله رحمه الله، وهي أن الجزائريين سيفهمونه بعد 30 عام، إن كان ذلك صحيحا. أنت كنت آخر من كان عند مالك بن نبي وبعض الأصدقاء حين توفي رحمه الله، وأنت الذي أطبقت عينيه في لحظة، يعني بعد لحظة الوفاة. من أين جئت بهذه المعلومة؟ أنا حضرت من أجل أن ألتقي بكم، وكنت في الحقيقة متأثرا جدا بهذا المشهد دكتور، أن شعوبنا وأن حكوماتنا وأنظمتنا تفهم أو تستفيد من هذه الأفكار في وقت متأخر جدا، وبأنها يعني لا تكرم المفكرين والعلماء
بالوجه المطلوب. السؤال اليوم، كيف نستعيد الهيبة والكرامة لهؤلاء العلماء؟ يا سيدي، لما رجع مالك من القاهرة سنة 63 كنت أنا عينت معيدا في الجامعة الجزائرية، كانت فرنسية. نعم. لما وصل قلت للأمين العام جامعة الجزائر لقد وصل المفكر الجزائري، لابد أن يلقي محاضرة في الجامعة. وكان رئيس الجامعة فرنساوي وعميد الكلية فرنساوي، هو المسلم اللي قال لي لا بأس. فأعين اليوم وجاء وكان الأمين العام انساه ما حضرش. كان أحد الزعماء الجزائري الشادي المكي هذا قام قال المالك النبي لا يحتاج إلى تقديم، فألقى محاضرة باللغة الفرنسية في ذلك الوقت، وحضرها نخبة من الذين قد تفرنسوا. نعم. ولكن وجد مقاومة، لأن في ذلك الوقت اليسار وكان الشيوعيين أيضا مستولين على النظام باسم الاشتراكية وما إلى ذلك. نعم. قدماء الذين يكونوا في الحزب. نعم. الشيوعي. نعم. وتكون حزب آخر باكس، اسمه باكس، القوات الاشتراكية وما إلى ذلك. فهو واجههم ثلاث محاضرات أساسية ألقاها باللغة الفرنسية وترجمت في ذلك الوقت، الناس يفهمون الفرنسية، العربية غريبة شيء ما. الأولى سماها الحضارة، الثانية سماها الثقافة، الثالثة سماها الأيديولوجية. وهذه كلها مواجهة للذين يريدون أن يحولوا الشعب الجزائري إلى شعب يعني منسلخ علماني. نعم. يتبنى مذاهب إيديولوجية. نعم. للاتحاد السوفيتي أو غيره. نعم. ولذلك أتعبوه. كان من هناك من يحميه، الدكتور عبد العزيز خالدي هذا. نعم. صديقه منذ أن كان طالبا في باريس. وكذلك أحد الوزراء الشريف بن القاسم كان في الثورة كان يدعمه. نعم. ربما ما تزال حتى الآن هناك تقصير رسمي في 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 هذه الأفكار. دكتور اسمح لي لضيق الوقت، هل ثمت إشارات أمل يراها الأستاذ الدكتور عمار الطالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الأمة على الرغم كل المصائب التي أحاقت بها وكل ما تعاني وتكابده الآن باختصار لو سمحت؟ في الحقيقة لم نستفد الجزائر ولا غيرها من أفكار مالك مندبي التي أثبتت الأحداث صحتها. قبل أن يموت آخر قال ما هي رسالة المسلم في هذا في آخر القرن هذا. هل ما تزال أفكاره قادرة على؟ نعم طبعا هناك أفكار كانت صالحة لوقتها، لكن نعم. الأفكار الأساسية صالحة. أول دولة اهتمت بهذا هو ماليزيا. وأقاموا أول مؤتمر دولي لمالك بن نبي في كوالالمبور في العاصمة في تسعينيات، وقد دعيت أنا إلى إليها. نعم. وهذا في الجزائر كان مهمل. نعم. وأتعب لما كان عين مدير التعليم العالي. نعم. بعد ذلك جاء أحد الوزراء وأنهى مع الأسف. دكتور لدي سؤال أخير بعد كل هذه العقود من العمل ما شاء الله والجهاد والعطاء، هل يعني ما تزال تفضل الكتابة في أوقات الصباح؟ وهل ما تزال تسجل الأفكار ولا تعود لتبييضها من جديد؟ في العادة أكتب صباحا. نعم. بعد الظهر الإنسان يكون تعب ويحتاج إلى راحة. وما زلت أكتب. آخر شيء الآن أكتبه هو سميت خزانة الذاكرة، مذكرة خزانة الذاكرة إن شاء الله. والآن فيه جزئين في الطبع. نعم. هما جاهزان يعني تحت الطباعة؟ نعم. أي جميل. طب يبقى تصحيح. نعم. الآن أعود إن شاء الله للتصحيح إن شاء الله نقرأه. وكذلك طيب. نعم. كتبت على مسجد الجامعة الذي تكون بسعي من مالك. نعم. بن نبي رحمه الله، لأن نعم. كانوا الطلبة متفرنسين في الجامعة. نعم. استولوا عليه الشيوعيون. نعم. فقام الطرف من الطلبة. نعم. باستشارة مالك بن نبي. نعم. إيجاد مصلى على الأقل داخل الجامعة، وكانت كتبوا رسالة أربع. نعم. طلبة. نعم. من تلاميذ الشيخ
محترمين الملك والنبي. نعم. وخاطبوا برسالة 24 أفريل 1968، وكانت من هناك بارقة الأمل. دكتور أشكرك جزيلا، طبعا الحديث دائما بقية، أعتذر على ضيق الوقت، وأنتم يعني أكبر بكثير من أن يعني نختصر هذه الرحلة الطويلة في ساعة تلفزيونية أو 10 ساعات أو 100 ساعة، لكن أجدد اعتذاري مرة أخرى وأجدد شكري لك على قبول الدعوة. سعدنا جدا بحضورك في لقاء خاص فضيلة الدكتور عمار الطالبي نائب رئيس الجمعية، جمعية العلماء المسلمين. أنا الذي أشكركم على إتاحة الفرصة، جزاكم الله خيرا، لي يعني بيان بعض ما يجب علينا. نعم. نحو. نعم. علمائنا ومن الاحترام. نعم. والتقدير. نعم. وتعليم الله. وتعليم شبابنا. نعم. هذا هؤلاء النماذج، أقل الواجب في قناة مثل قناة. نعم. الرافدين. شكرا دكتور، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله عز وجل، إن شاء الله مزيد من العطاء والتقدم. إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على وجه السرعة، شكرا لكم لطيب المتابعة، شكرا لفريق العمل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.